أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم هذا الصباح الجميل. حياكم الله وعلى العين والرأس. يا صفوة الأحباب والخلان عذرا إذا استعصى علي لساني فالشعر ليس بمسعف في ساعتي هي فوق آي المدح والشكران وأنا الذي قضى الحياة معبرا ومرجعا بخوارج الوجدان أقف الضحى بين الرفاق مقصرا حيران قد عقد جميل لساني. نعم إن هذا الجمال لا يعرض اللسان عن الكلام فيتلعثم الكلام ولا ينطق اللسان. الوداع لا يحبه أحد وسنة الكون ظاهرة في المتضادات الصحة والمرض، الغنى والفقر، السعادة والحزن وكثير من المتضادات. ونحن اليوم بعد لقاء نقول وداعا. أحبتنا إذا قلتم وداعا أذنتم للمدامع أن تسيلا. أيها الأخوة الكرام، أسامة هذا الأخوة رجالنا كفاح أفضل ونظم حياته في الدنيا سابقه ولا أحد كما تبدأ ولا أحد يجب أن يكون فقط سجل. الفارس الأول وهو الأستاذ القديم والمحبوب والمعلم الفاضل صاحب القلب الأبيض والسريرة النقية الأستاذ حسين يحيى جماح. نتمنى له السعادة في الدارين وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى في قادم أيامه. أما الفارس الثاني الكريم من الكريم والحبيب من الحبيب أحبه وأحب أباه وهم قوم كرام الأستاذ حمد علي إبراهيم الحق. أسأل الله له التوفيق وأن يبارك في عمره وفي ماله وفي أبنائه. الأستاذ القديم ومثال الانضباط والذي يمد أقول المدرسة الأستاذ يحيى بن ناصر أبو هريرة. حياه الله ونتمنى له التوفيق في الدنيا والآخرة. فارسنا الرابع وهو فارس المغوار
حتى أتلعثم في الحديث عندما أتكلم عنه. فهو صاحب الكلمة وهو الأديب الشاعر، ولا يخفى عليكم أشعاره. الأستاذ المحبوب والقدير الأستاذ عيسى بن حسين جساس، أو عيسى سرج. الحمد لله بلا حد والشكر له بلا عد، رفع شأن العلم والعلماء ومايز بين الذين يعلمون والجهلاء، وصلى الله ربي على الرضا محمد المهدي للناس مرسلا، خير من علم وعلم، وعلى آله وصحبه وسلم ودعا. أيها الحق الكريم، كل باسمه وقدره، كلفت وشرفت بالوقوف أمامكم قبيل سويعات من هذه المناسبة العظيمة، قبيل سويعات من هذه المناسبة، فلعلي أوفق باختيار عبارات مناسبة، ولست هنا أنطق الكلمات، فحسبي بالمكتفى بهم أنهم في هذه اللحظة قد أدركوا ما يقارب القلب من شعور، وحالي وحالهم ماذا عسى الشعر يغني إن فاض منك الشعور، وكذا لغة العيون، فها أنا أبادلهم النظرات بطرف خفي وجه يخشى اللقيا الذي يزاحمها الوداع، وأقول كما قال الأول: ونشكو بالعيون إذا التقينا فأفهمه ويعلم ما أردت، أقول بمقلتي أن مت شوقا، أقول بمقلتي أن مت شوقا، فيوحي صرفه أن قد علمت. نعم، علمنا بقلوبنا وعيوننا وأرواحنا مكانتنا. المكتفى بهم الكرام أبناء الكرام، أول العهد المنقض، أول العهد المنقض أبا محمد الأستاذ الفاضل حسين جماح. نعم، هو الذي ما أن سمع جميع من يعرفه اسمه إلا وتزاحمت في محيلته سيل من الصفات الكريمة النادرة. إن مدحته بالطيب فقط، إن مدحته بالطيب فقط فربما هو ذم، فهو أصل الطيب ومنبعه، ويصدق فيه حديث من تواضع لله رفعه، وإن طرت عليك سلامة الصدر فحسبك به. وأما حسين المعلم فأكتفي بأن أقول هو الإنسان العلم المعلم، وعد ما استطعت من صفات الإنسانية والمعلم الحميدة، ولا الحلبية ولا الإعشار ما فيه، اجتمعت فيه اتصال أحسبها بها فريد عصره ووحيد أقرانه، إخلاص في العمل تحت أي ظرف، ابتسامة تزين محياه مع الجميع في الصبر قيود إلا في قابوسه، وللأحقاد مرود إلا إلى قلبه، وللطمع مرود إلا إلى نفسه. حبلنا الكريم بارز الأستاذ أبا زياد الأستاذ محمد الحرج، هو بارز التعليم وقائده، ومعلم في ميادين الأخلاق والنفوسية، غرس بنا كزملاء وإخوة، له قبل تلاميذه معنى الوفاء والسخاء والعطاء، فأصبح أيقونة في حبه للخير والوقوف بجانب الجميع، وهو في مدرسته وقريته مأوى لمن احتاج إليه من مال جاه أو شفاعة، إذا التهم خط لا ننتظر من يتقدم وفينا حمد، فهو المقدم فينا والمقدم، وحسبي به ما نجده من أبنائه، ما نجده في أبنائه من حب للعلم ورفعته في الخلق والأدب، فلا أدل من هذا على حسن التربية وطيب الأصل وأصالة المعدن، فما ظلم من شابه أباه. وذلك القامات الأربعة: أبا محمد أو كما يحلو له أبا طارق الأستاذ يحيى بحيس. وهنا سأنطق كثيرا وليس قليلا كما يعتقد المعلمون، خفيف الروح، جميل المقبل والمظهر، لا يحبد ولا يمل، يكفيك منه أن ما بقلبه على لسانه.
وهذا دليل صفاء الروح وطهارة القلب. إن احتزمت به قرب على صدره رجل مراقب في الحزن قبل الفرح، الكرم فيه سجية والمبادرة لفتنة من حوله من الله عظيم، متفان في أداء عمله وسفاق في إنجاز مهامه. فسلام على قلبك أبا طارق وسلام إليه. ومسك ختامهم وختام مسلم الأديب الأريب والناقد البصير، فهو ربما أصغر سنا بين الأربعة، ولهذا جرى التدريب في العمر لا بالقدر، فليس بينهم ولا فيهم متأخر ولا أخير. أبا عاصم أستاذ فاضل القدير عيسى الصروي. فمن أين أبدأ؟ لا حرف مطالع، فليت أني شاعر فأصوغ كلماتي وأدبر عباراتي المناسبة كما تفعل أنت في كل مناسبة. فأنت علم على الشعر والهمر وبحر الجود حال الضيق والسعة، جمعت تماثل وحسن المعشر، مجلسك يحوي الأمل والعمل، ومجالسك من أحاديثك لا يمل. لك في كل نادي الحضور عرفناك بعصاميتك وقوة شخصيتك، أنت حازم برحمة ولين الجانب بحكمة، متفائل رغم ظروفك، لا نسمع لك شكوى ولا أنين رغم الأربعة والبشرية، يجعلك تخجل من نفسك إن قصرت في عملك حين تطلع على شيء من عمله نادر قصرك. على الجانب المجتمعي والإنساني والتواصل الاجتماعي لا يبارى في وصله ولا يجارى في سعيه، مسارع بالخير والعطاء ومبادر إلى الصلة واللقاء. فلتهنأ أيها الشاب الكريم، فقد حزت من المعالي المزيد المزيد. حفلنا الكريم يأبى الشعر إلا أن يكون له حضور، وإن كان حضوره على استحياء، هنا ألق هنا سير وفقر، هنا للمجد فاقات وعطر، تضمح أيها التاريخ منهم فهم شرب وللأيام ذكر، وعطر من فعالهم الأمال فهم للدهر والأجيال سفر، لياليهم تجملها بدور وأنجم صبحنا كالدبر صفر. سامحوني إن أطلت بالحرب والوقت وقصرت بالوصف، فلن أحيط بالمكتفى بهم كبرى ولن أحيط بهم قدرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وله الآخرة والأولى. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير، النبي المصطفى والرسول المرتضى والحبيب المجتبى محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، مدير المدرسة الفاضل، الزملاء الكرام، أيها الجمع المبارك، أسعد الله صباحكم وطيب الله أوقاتكم. صباح شذاه الطيب بل هو أخطر، يفوح وفي كفيه مسك وعنبر، صباح كساه المجد فخرا وبهجة لكل ثناء للأحبة يشكر. أيها الحبر الكريم، هذه قصيدة أهديها تعبيرا عما يجول في خواطرنا وما تغمره قلوبنا لأحبتنا وإخواننا في هذه المدرسة، سائلا الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. يا دوحة الشعر غني اليوم تلحينا، واستنشق الزهر عطرا من روابينا، وذكريني ربى الأحباب إن لهم في القلب ذكرى وإن بانت ليالينا. يا صحبة الخير في درب العلا سند، وأنتم النور في ساحل مربينا، عذرا وإن غاب حرف عن قصيدتكم، عذرا وإن قصرت فيكم طوافينا. دعني أخص أبا عبد المجيد، إن له مكانة من عيون الود تروينا. هذا الخلوق الكريم فيه معشره، أنعم به قائدا بالحب راحينا. وإن ذكرت أبا حسان، إن له أيدي من الخير
وإن ذكرت أبا حسان إن له أيدي من الفضل بانت في نواحينا، شهم كريم وفي حاذق فطن من واحة القلب يهديه الرياحين. أما أبو العزم، أما أبو العزم أخلاق وتربية لكن به عشرة، أنعم به فينا جود وحب وإخلاص وتضحية، حديثه منه من درس ينسينا، ورفقة في ظلال الخير صحبتنا، تالله ما دورة الأيام تنسينا. فإن مضينا على حب نبادلكم وصحبة الفخر والأبجار تكفينا، يا قائم الدش أبقيتم مآبينا، فالشوق باد ولحم الحب تشجينا. كم جمعتنا يد الأيام في مرح، وجلسة في ظلال الود تسلينا، أهديتمونا من الأرواح منزلة، نهديكم القلب أزهارا ونسرينا. أتى لنا منكم ورد يصافحنا، فالعين منا لكم تهدي أمانينا. وجودنا بينكم عز ومنقبة، في بحر عزتكم تسمو مراسينا، تبقى المحبة في وجداننا أملا، نلقاك بالشوق يا من كنت تغلينا. صلى الله عليه وسلم. إن الزملاء المتقاعدين المكتفى بهم اليوم ليسوا من زملاء الآخرين، فهم غيمة استظلوا بها من شغل هديه، وسراج يهتدي به من ضل به البشير. هم باب دلال على خمس سنين، هم بريد السفن وشذاب الجبل. اختصار، هم ايقونة الحياة مع الوسع. قلت لك الحقيقة هي ليست سجن، وإنما هسهسة أبى القلب إلا أن يروح بها. لأحبة سكنوا القلوب والجوارح، أحبة غدا السمكان بعده غائب، فلا الزمان استدار ولا المكان استدار. يا من تركتمونا أيتاما نتحسس أخبارا، لعلها تطفئ لهيب الشوق والاشتياق، وتهون باللظى البعد في طريق شاق، ولكن عزاءنا أنكم أنختم مطاياكم بمحض إرادتكم وبقوة رأيكم، وحق لكم ذلك. فقد آل الأوان بأن تستريحوا من وعفاء سفر طويل كنتم فيه غير معين للطريق والبعيد وللسائل والمتعبد، غرستم الحب والعطاء في كل محطة وقفتم بها، وبذرتم التضحية والوفاء في كل دروب مضيتم بها. أبا محمد، أبا زياد، أبا طارق، أبا عاصم، اعلموا علم اليقين أنكم في نياق القلب سكنتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ حسين معكم.